مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بحفظ الله ورعايته البلاد اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار. نص القانون رقم 2 لسنة 2017 على أن تتمتع هيئة الشارقة للآثار بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تنشأ مكاتب وفروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. تهدف هيئة الشارقة للآثار إلى البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة وتثبيتها على الخريطة الأثرية والإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام بعملية التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة. ونص القانون على أن يكون للهيئة موازنة سنوية تبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. كما وتفق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم عددا من المشروعات الحيوية في مدينة الشارقة، وتجول سموه في المشروعات القائمة بجانب نصب الشارقة عاصمة ثقافة الإسلامية، مطلعا سموه على سير العمل فيها والمراحل المنجزة ضمن خطة تطويرها ورفدها بالخدمات اللازمة. ووجه سموه بعدد من الخدمات الإضافية التي تضفي على الموقع الجو الملائم لزيارته والاستمتاع بما يتضمنه من مرافق وحدائق وخدمات تتنوع لتقديم الفائدة والترفيه. واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة المخطط الشمولي للمدينة للرعاية الصحية والواقعة بجانب شارع الشارقة الذيد، والتي تتضمن خدمات صحية عالية من خلال الشركات والمستشفيات والعيادات الصحية. كما واعتمد سموه المبنى الإداري للمدينة وما يتضمنه من عيادات ومكاتب تسهم في تهيئة الجو الملائم للمدينة الصحية وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لتكون منطقة صحية تخدم كل من يبحث عن الرعاية الصحية الممتازة. رافق سموه خلال جولة كل من سعادة علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم السيد إيمانويل كامارا يانكيس قنصل عام كندا في دبي. تم خلال اللقاء الذي حضره الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي بحث العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مبادرة التعاون والشراكة مع بنك الإمارات للطعام، ووجه سموه الجهات الحكومية المعنية في الإمارة بالتفاعل مع المبادرة الفريدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ترسيخا لثقافة الخير والعطاء وتعزيزا لقيمة إطعام الطعام المستمدة من تراثنا الإسلامي والعربي والوطني الأصيل. وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وجه كمرحلة أولى بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة والتواصل والتنسيق مع جميع مؤسسات الضيافة والفنادق والأغذية المنضوية تحت مظلتها التنظيمية في الإمارة، لتمكينها من التعاون مع برامج ومشاريع بنك الإمارات للطعام في ضوء خطة ومراحل عمله المختلفة لتوفير وتوزيع فوائد الطعام داخل وخارج الدولة، تعزيزا لروح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبما يتماشى مع توجهات عام الخير. حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة زفاف إهلال نجل الشهيد عتيق هلال عبيد الخاطري إلى كريمة سعيد ناصر الخاطري، وذلك في صالح الشيخ خليفة للأفراح برأس الخيمة. كما وحضر سموهم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف حمد وعلي نجلي الشهيد راشد علي سعيد الشحي على كريمتي راشد سالم صياح اليماحي وعبد الله سعيد محمد الشحي، وذلك بمركز رأس الخيمة للاحتفالات بمدينة رأس الخيمة. هذا وحضر حفلي الاستقبال اللذين تخللهما الأهازيج التراثية والفنون الشعبية الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبو ظبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمدعوين وأقارب وأهل العرسان. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم بمكتب سموه في الديوان الأميري ربيع راشد ربيع الحمودي، وهنأه بحصوله على درجة الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد من جامعة الإمارات العربية المتحدة. استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الحمودي حول محتوى وأهداف رسالة الماجستير وحثه على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق العلمي. من جانبه شكر الحمودي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمه وتشجيعه الدائم. حضر اللقاء سعد سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة. زار الفريق أول سير ستيوارت بيتش رئيسي أركان الدفاع البريطاني اليوم واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، يرافق الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قال إن تضحيات الشهداء هي موضع اهتمام وتقدير كبيرين من قيادة وشعب دولة الإمارات، وجاء إنشاء مكتب شؤون أسر الشهداء ليؤكد فخر واعتزاز القيادة بعطاءات أبطال دولة الإمارات والعمل على تقديم الدعم لأسر وأبناء الشهداء وتأمين جميع أوجه الرعاية والاهتمام بهم. استهل رئيس أركان الدفاع البريطاني الزيارة باستعراض حرس الشرف، ثم وضع أكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد، قام بعدها بجولة في مختلف أنحاء واحة الكرامة بما فيها جناح الشرف. استمع أيضا إلى شرح مفصل عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على رفعته. وأبدى رئيس أركان الدفاع البريطاني إعجابه بتصميم الواحة وعبر عن شكره العميق لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق لزيارة هذا المعلم الحضاري. أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رجل الأفكار والأطروحات والمبادرات التاريخية ذات الصدى العالمي، واستثنائيته تنعكس بوضوح في قدرته على بث روح التفاؤل والأمل وتعزيز سقف الطموحات عبر مختلف المبادرات التي يقودها، مضيفا أن سموه يجسد مثالا حيا للقيادة الناجحة التي تسعى إلى تحقيق الازدهار والخير والسعادة لشعب دولة الإمارات. وأكد معالي أن إطلاق مبادرة بنك الإمارات للطعام تزامنا مع يوم جلوس سموه وتوليه مقاليد الحكم لإمارة دبي يمثل تعبيرا صادقا عن الدور الإنساني لأهل دولة الإمارات في عام الخير.
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الفريق أول سير ستيوارت رئيس أركان الدفاع البريطاني الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بدولة الإمارات والوفد المرافق للضيف بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. فصول جديدة يصنعها قادة فريدون في ملحمة مشرقة ترسخ من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة عام الخير بهمة رجالها وعطاء أبنائها. المزيد في سياق التقرير التالي الذي أعده لنا الزميل أيمن مصبح. إمارات الخير وصف بل ولقب اقترنت به دولة الإمارات منذ بزوغ فجر الاتحاد، اشتهرت به في أصقاع المعمورة شرقا وغربا، فلم يكن محض صدفة أو مجرد مدح عابر، بل هو وصف مستحق لا تلبث دولة الإمارات بعظيم عطاء قيادتها الرشيدة ورفعة خصال شعبها الكريم أن تبرهن يوما بعد يوم ما يعكسه من واقع إماراتي حقيقي. توجت الدولة كعاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي، كيف لا وهي دولة أنشأها بالأساس الوالد القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي مد أيادي الإمارات البيضاء إلى كل من احتاج إليها من الشعوب، فخلدته ذاكرة البشرية وستخلده كزايد الخير. فصول مسيرة الخير الإماراتية الخالدة والآخذة بالازدهار عاما تلو العام كثيرة، بل عصية على الحصر، ولعل أبهى هذه الفصول إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 عاما للخير في الدولة، بما تمثله هذه المبادرة من خطوة ابتكارية ترسخ دولة الإمارات كواحة مستدامة للبذل والعطاء. واليوم تباشير عام الخير تهل ليس على دولة الإمارات وحسب، بل على العالم بأسره، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة بنك الإمارات للطعام، وذلك جريا على عادته السنوية بتوجيه الاحتفالات بيوم جلوس سموه وتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي إلى إطلاق مبادرات تركز على عمل الخير. مبادرة جديدة وإذ بها ترسخ المشهد الإماراتي المعطاء محليا وإقليميا وعالميا بما سيشكله بنك الإمارات للطعام من منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام والتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام وتوزيعه داخل وخارج الدولة. يجب علينا وعلى كل مواطن في الدولة أن يحمد الله ويشكر ويثني إليه في كل لحظة يشوف بها شيء من النعمة التي الله أنعم بها عليه في وطنه، وهذا نحن ساعين في طريقنا ولن نتوقف أبدا. فإنها تأتي لتؤكد من جديد أن الله عز وجل أنعم على شعب الإمارات بقيادة استثنائية تواصل الليل بالنهار للارتقاء بالدولة وأبنائها في مختلف فضاءات الإنجاز والنجاح والسعادة، من دون أن تتخلى عن الوفاء بعهد الآباء المؤسسين بأن تبقى الإمارات شمسا ساطعة للخير ومنبعا للعون، وتسهم أيما إسهام في تحسين حياة البشرية، ما عزز من المكانة المرموقة التي تحظى بها دولتنا الحبيبة. أيمن مصبح، قناة الظفرة. ينظم مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 10 يناير الجاري دورة الثالثة من أسبوع التعليم التقني 2017 تحت رعاية سمو الشيخ زايد بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
تستمر فعالية أسبوع التعليم التقني 2017 بمختلف إمارات الدولة حتى 16 يناير الجاري، فيما يستشرف كبار المسؤولين والخبراء المستقبل التعليمي الصناعي وأحدث الحلول والتجارب العالمية والمشروعات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية كافة في مختلف المدارس والجامعات، وصولاً إلى مخرجات تعليمية وطنية قادرة على الإبداع والابتكار. في هذا الصدد قال سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، قال إن أسبوع التعليم التقني 2017 يقام تحت شعار التعليم التقني والمهني نحو اقتصاد مستدام لمرحلة ما بعد النفط، وذلك في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة وحرص أبوظبي التقني على تنفيذ استراتيجية متقدمة لتطوير النظام التعليمي بشكل عام. بدأت قوافل زايد الخير مهامها الإنسانية في قارة أفريقيا لتغطية مناطق جغرافية واسعة في كل من السودان ومصر وتنزانيا وموريتانيا والمغرب. تنفذ القوافل مهامها بإشراف من الأطباء أو من أطباء دولة الإمارات وبتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات التطوعية وبمشاركة أطباء متطوعين في الدول المستهدفة، وذلك بمبادرة من زايد العطاء والمستشفى السعودي الألماني وجمعية دار البر وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي. في هذا السياق قال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، قال إن دولة الإمارات سباقة في مجال العمل الطبي الإنساني التطوعي العالمي، وقدمت نموذجا يحتذى به في المحافل الدولية في العطاء الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويواصل المسيرة أبناء دولة الإمارات أبناء زايد العطاء في ظل القيادة الرشيدة للدولة. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم الخميس سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الموالية للمخلوع صالح في محافظتي صنعاء وتعز. وقالت المصادر اليمنية إن مقاتلات التحالف العربي شنت 12 غارة جوية على معسكر قوات الأمن الخاصة صباح شمال صنعاء. وذكرت المصادر أن ذوي انفجارات عنيفة هزت شمال صنعاء، في حين شوهدت ألسنة الألهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف. في محافظة تعز شنت مقاتلات التحالف نحو 3 غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون، وبحسب مصادر محلية فإن الغارات استهدفت مواقع متفرقة لهم في معسكر الإذاع بمنطقة الحوضان شرق المدينة دون أن تتضح الخسائر التي خلفتها الغارات. تأتي تلك الغارات في الوقت الذي يشهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظات تعز وشبوة مأرب إلى جانب مديرية نهم شرق صنعاء معارك عنيفة بين المتمردين من جهة وقوات الجيش الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية. اللون الأخضر يهيمن على الأسواق المحلية بنهاية الأسبوع، إذ أكد أحد المحللين في الأسواق المالية بأن الأسواق المحلية تشهد مساراً إيجابياً منذ بداية العام مع نجاحه في تسجيل إغلاق سنوي جيد، كذلك أحجام تداول جيدة أيضاً إلى جانب تحسن أسعار النفط. وإلى ذلك أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع وسط نمو بحركة التداولات بدعم من تداولات سهمي الخليج الأول وأسماك، على غرار سوق دبي المالي الذي واصل هو الآخر الارتفاع خلال الأسبوع وسط استمرار الشراء الانتقائي للأسهم الصغيرة وبعض القيادات خصوصا العقارية مع ترقب لموسم الأرباح والتوزيعات. نتابع. أما الآن إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة أو المتوقعة ليوم الغد بإذن الله.
نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.